في من تونس؟ ايه شوف هسيم من تونس. ايه من تونس. ده كيوت. نسيم من تونس. جود نسيم مع ضربة نشاز. ضربة بلشت بلش نسيم يرجع على الأرض، كان كل شوي طاير، كان يعني برافو حلو، كان طاير بالهواء. أنا كنت بعلي شوي أكثر الطبقة، طبقة واطية. عن جد؟ إيه واطية عليك أكيد. هاي الطبقة نفس الطبقة يعني؟ ايه فيك تعليها جزء نفس الربعين. طبقته لها صاب رباعي بس فيها تكون مش طبقتك حبيبي، عادي. أنت فاهم الموضوع ولا مش فاهم؟ بس هي شفت نوتات العالية كنت يعني بصيبهم بال لا بصيبهم. حلو المغنى، انتبه حلو كثير المغنى. في ضربة مشاز محلات ماشي الحال، بس مغنى منيح. وقتها تكون أعلى لأنه كنت عم تغني شوي محلات فوق النوت،
بين لانك محمص ولانك عم تعمل ماشي مع السين وبذات الوقت بتحس عم تغني فوق النوت يعني كنت تتعلق سنه وقتي عليك انت من الاشخاص انت وهيدي فيك تكون 99 فيك تكون 99 ليه بدك تكون 80 بالنسبه لي يعني انت من الاشخاص اللي بيقدروا يكونوا 99 عمية ليه بدك تكون 80 عمية فيك يعني بليز افور اكثر منك بدي اسمع شيء جديد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش انا بتحكم بالاختيار شو ما عم بحكي عن اخي اختيار الغنية عم بحكي عن الاداء ايه اوكي بعدين ليه بتجاوبني بطريقه مثل كانه انا عم بضربك يعني لا انا صدمت اخيرا رجعت انت هلا في مقاطع قلبهم صح؟ في مقاطع قلب عامل يعني عامل سوايب مقاطع في مقطع مغني قبل مقطع صح؟ جمله بس جمله؟ ايه برجع بقول لك يعني ما فيك تكون تقول لي سيبون سيبون يمكن لحنان بس مش لألك ميرسي سيبون لانه هي عاطله كانت قبل صار الحمد لله ايه الحمد لله مش عارف ايه كل سنه مش عارف انه تحسنت اكيد يا خيي برافو يعني انا رجعتك صار لي ثلاث برايمات انت رجعت على الارض بس ما رجعت تغني صوتك حلو من عند ربنا مش من انت يعني الهرمونيه موجوده بصوتك حلو كثير بتخلينا نحبك بس اداء لازم يكون اقوى يكون في شيء اقوى انت وهيدي هيدي زيت شيء عندها شيء حلو بصوتها بتحب صوتها بتعشقه بس الاداء عاطل